البصله في المغرب هي الحاجب بودربال ابو فكران قليل مكناس في جيجو في العناصر. والبصله ما مقاداش، كاينه من 120 حتى 80، كاينه من 120 ريال حتى 80 ريال صفراء وحمراء، ما عمرها وصلت الثمن، ما عمرها وصلت الثمن. السوق ديال البصله الطوناج ناقص شويه، والشتا ما كاينش واللي طلع هو هذا الجفاف خاص الشتاء، وحتى الفلوس ناقصه شويه، مادام كانت الفلوس غادي يكون اكثر من الثمن اللي كاين دابا. بلاصتها كاينه 6 دراهم 5.5، الطوناج قليل بيع وشتري 20 الغلا، وكاين الثمن شويه، الناس محنه فلاحه وبيع وشتري وكلشي. البصله كاينه 110 108 120، ما قاداش البصله كل سلعه وعلى وجهها. السبب على حسب السلعه، واش تكون قليله واش تكون كثيره، هذاك الشيء على حسب السلعه. الا كانت كثيره راه غتكون رخيصه شويه، راه غاليه البصله ماشي ما غاليهش. ملي كتولي البصله فيها تميره كتولي غاليه، الماء قليل شويه ماشي. دابا الطوناج ما كاينش، القله والماء ما كاينش، كاين اللي البصله مشات لي تما بزاف، كاين اللي ضاعت لي البصله من قله الماء. والسوق ديال البصله خويا السوق كاين تمال هين، وهنا راه زين ثقيل شويه، زين تقل الوقت شويه. السومه كاين من الهين كاين من 6 درهم حتى 5 درهم، والتمال راه كاين السومه كاين الغلا ضاع حسن الوان. والسقاط كاين اللي كيجي كان يدي عندنا 20 ويرجع عندنا الصباح يصبح عندنا هنا، دوك اللي يدي 20 يبدك عليه سيمانه عادي عادي تشوفي. بالزنقه اخويا كديها اللي ديتها 110 خاصك تبيعها 140 150 160، اما اللي ديتها ب 130 خاصك تبيعها ب 9 درهم. ودابا واخا دخلت عليها الخضاريه، خضاريه هي غاليه، خضاريه ب 3 درهم جمله خاصك تبيع على الاقل ب 100 ريال حيت فيها الوراق وفيها داك الشيء. كليون برا اخويا قليل اللي كيشري، اللي شرا كاع كيشري نص كيلو، أو لا كيشري ولا كيشري وكيقول لك راه الثمن بزاف عليا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.